طيب نروح لموضوع آخر ونروح لجامعة الإسكندرية واللي بتنظم خدمة تعليمية جديدة من خلال استضافة مشروع تطوعي لتعليم ذوي الهمم، علمهم مهارات إدارة الأعمال. ده هيكون ليه مردود بكل تأكيد كبير جدا في تأهيل قادرون باختلاف لسوق العمل وفتح مشروعات جديدة خاصة ليهم. خلينا نتعرف أكتر على هذا الموضوع تحديدا من دكتورة منى المعز، مدير مركز طه حسين لخدمات الطلاب من ذوي الهمم بجامعة الإسكندرية. صباح الخير حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. أهلا صباح الخير على حضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية نتعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين على الدور اللي بيقدمه مركز خدمة الطلاب لمساعدة قادرون باختلاف في الجانب التعليمي. مركز طه حسين، خليني أدي حضراتكم بس فكرة عن تاريخ المركز. هو الحقيقة المركز كان في البداية في السبعينات تم إنشاؤه لتقديم خدمات للطلاب المكفوفين التابعين والمنتسبين لكلية الآداب جامعة الإسكندرية فقط. سنة 2018 وزارة التعليم العالي وجامعة اسكندرية مضوا اتفاقية تعاون وبروتوكول تعاون مع هيئة الأميديست ومؤسسة حلم ويو اس ايد لتطوير المركز ليصبح مركز داعم ويقدم خدماته لجميع الطلاب جامعة الإسكندرية من الأعاقات المختلفة والمنتسبين لجميع الكليات. طبعا من 2018 تم افتتاح المركز في مارس 2021، والحقيقه طوال الفتره دي احنا مش بس اهتمينا ببناء مركز متاح هندسيا ومجهز باحدث التجهيزات للطلاب، ولكن طبعا احنا بنركز على بناء الانسان وحصول طلابنا على تعليم عادل ودامج طوال فترة التعليم الجامعي. وطبعا ده حدث بعد قانون الإعاقة رقم 10 سنة 2018 اللي صدر طبعا بدعم سيادة رئيس الجمهورية في هذه الفترة. مركز طه حسين هدفه الأساسي زي ما قلت لحضراتكم دمج الطلاب في عملية التعليم الجامعي وتوفير الخدمات، يعني والتيسيرات طبعا المناسبة لطلابنا كل حسب إعاقته. يعني مثلا احنا عندنا 9 أقسام في المركز. عندنا قسم شؤون الطلاب. قسم شؤون الطلاب يعتبر حلقة الوصل ما بين الطالب وشؤون الطلاب الكلية المنتسب إليها الطالب. إحنا بنخلص له كل الإجراءات اللي كانت بتعتبر يعني صعبة على الطالب اللي يقوم بها، من تقديم انتساب لكليات، النتائج، لو في أي مثلا تظلمات إحنا اللي بنعملها للطلاب. عندنا قسم البرايل، إن بنحول المحاضرات والكتب الدراسية إلى كتب مطبوعة لبرايل، طبعا مش كل الكتب، بعض الأجزاء منها. عندنا قسم استوديو التسجيلات، بنحول فيه المادة التعليمية المكتوبة لمادة مسموعة لأن لطلاب طبعا المكفوفين وطلاب الإعاقات الذهنية اللي هم طلاب الدمج. عندنا قسم الفنون، احنا طبعا بنهتم طبعا برضو بالجانب اكتشاف مواهب الطلاب، وعندنا اول فريق استعراض مدمج من طلاب مكفوفين وطلاب اعاقات ذهنيه وكمان طلاب اعاقات سمعيه. الحقيقه عندنا قسم الانشطه والدمج والتدريب، ده معني بتدريب الطلاب على جميع المهارات اللي يحتاجها الطالب ليؤهل لسوق العمل. واحنا عندنا 7 معامل مجهزه، معامل كمبيوتر، لان احنا الطلاب بيدخلوا الجامعه، الطلاب من ذوي الاعاقه بيدخلوا الجامعه. دكتوره منى، واحنا بنتكلم على برنامج او برامج التدريب الخاصه بالمركز، نروح لمشروع تعليم ذوي الهمم اداره الاعمال تحديدا، مده البرنامج بتصل لكام يوم تقريبا فيه؟ احنا عندنا البرنامج هيكون لمده شهر. بمعدل مرتين في الأسبوع، كل مرة 4 ساعات، يعني إجمالي 32 ساعة. طبعا يعني المشروع ده مهم لولادنا جدا. ريادة طبعا ليست حكر على فئة معينة دون الأخرى، وطلابنا عندهم أفكار ريادية، ولكن ينقصهم التشجيع ان هم صحيح. يبداوا يعبروا عن افكارهم وما يخافوش ان مثلا الاعتماد على النفس تكون
بالظبط، وان الافكار تكون دون المستوى. هما في مشكله لسه في دمج الطلاب واندماجهم في المجتمع، فرياده الاعمال مهم جدا. نسبه الاشخاص من ذوي الاعاقه في مصر تصل ل 15%. اكيد مشاركتهم ومعرفتهم برياده الاعمال هتساهم في الاقتصاد المصري، وكمان هتغير من حياتهم وهتمكنهم، وده طبعا الهدف الاساسي من كل التدريبات اللي احنا بنقدمها للطلاب، التمكين، وان احنا متماشيين مع خطه مصر للتنميه المستدامه 2030، اللي هي اول يعني شرط فيها جوده الحياه او الاشخاص من ذوي الاعاقه. هم طاقات بشريه الحقيقه يجب استغلالها يا فندم. طبعا احنا بالظبط. بنشكرك جزيل الشكر، وخطوه مهمه وايجابيه وهدف نبيل حقيقه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منى المعز، مدير مركز طه حسين لخدمات الطلاب من ذوي الاعاقه بجامعه الاسكندريه.